أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن تكريم القامات الرياضية الوطنية اليوم على إنجازاتهم المحلية والقارية والدولية التي حققوها رغم الظروف الراهنة له أثر كبير في تنشيط الحركة الرياضية، ويشكل انعكاسا لإرادة الحياة والعطاء المستمر لدى السوريين رغم آلامهم وجراحهم. ونوه الدكتور الحلقي خلال مشاركته في احتفالية الذكرى 25 لتأسيس نادي محافظة دمشق بدور كل القيادات السياسية والإدارية وفعاليات المجتمع المدني ومحافظة دمشق وأعضاء نادي المحافظة في استمرار إنجازات وعطاءات نادي المحافظة في ظل الظروف الراهنة، مهنئا أسرة النادي على ما حققوه منذ نشأة النادي وإلى اليوم على المستوى الوطني والمحلي والقاري والدولي بفضل اللاعبين المحبين له والوطنيين الذين يستحقون تكريما لائقا على نجاحاتهم التي طورت الرياضة السورية على كل المستويات. هؤلاء اللاعبين كان لهم باع طويل في تطوير الرياضة الوطنية، وبالتالي نحن نقف باحترام عندما نقوم بتكريم هذه القامات التي كان لها أثر كبير في تنشيط الحركة الرياضية الوطنية. وتضمنت الفعالية معرضا للصور استعرض تاريخ النادي والبطولات التي استضافها وأبرز ألعابه وإنجازاته العربية والآسيوية والدولية، إضافة إلى إقامة مباراة كرنفالية جمعت بين فريق قدامى سوريا وفريق مراكز الإقامة المؤقتة وعروضا فنية ورياضية متنوعة. وأشار الدكتور الحلقي إلى أن اللوحات الجميلة التي قدمت في احتفالية اليوم رسالة لكل السوريين والعالم بأن سوريا ستبقى بلد الأمن والخير والاستقرار والوئام والحياة والعطاء مهما اشتدت العاصفة والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرارها. نأمل بما هو قادم من الأيام أن يتحقق الأمن والاستقرار لربوع سوريا بلدي الحبيب، وأن نحيي كل هذه النشاطات الرياضية التي ستعطي دائما آمال واعدة بالتفاؤل والنصر والاستقرار. وأكد الدكتور الحلقي أن الشعب السوري يثبت للعالم يوميا أنه رغم الملمات والجراح سيبقى شعبا حيا حرا ومقداما يحب الحياة ويصنعها من خلال محاربته للإرهاب من جهة، وصنع المستقبل وتحقيق الإنجازات العلمية والفكرية والرياضية من جهة أخرى، لافتا إلى أن احتفال اليوم مثال حي على إصرار الشعب السوري على تجاوز الأزمة التي يمر بها والانتقال إلى مرحلة العمل والبناء والإنجاز، وهو يذكرنا بأمجادنا وبطولاتنا الرياضية السابقة على مدار العقود السابقة، وهي تتجدد اليوم بفضل سواعد وعقول الرياضيين السوريين الذين بمهاراتهم وعقولهم يرفعون علم الوطن عاليا شامخا فوق سماء سوريا والعالم أجمع، ويؤكدون أننا أبناء أقدم حضارات الدنيا وصناعها، وسنصنع المجد الجديد لسوريا والعرب جميعا. نحيي الآن الذكرى 43 للحركة التصحيحية المجيدة التي كانت هي بداية الانطلاق لعملية البناء، والتي تستمر اليوم ويضاف لها المزيد من الإنجازات والعطاءات على المستوى الوطني في ظل قيادة السيد الرئيس بشار الأسد. أطمئن الشعب في سوريا بأن المعركة في خواتيمها. اليوم نحن نحارب الإرهاب العالمي أينما وجد، والنصر المؤزر إن شاء الله هو قادم فيما هو قادم من الأيام والأشهر القادمة. وشهدت الاحتفالية تكريم اللاعبين واللاعبات من أبناء النادي الذين حققوا نتائج وبطولات خارجية، إضافة إلى تكريم لاعبي قدامى سوريا ولاعبي فريق مراكز الإقامة المؤقتة، وتكريم المتفوقين دراسيا ورياضيا والمراكز التدريبية المتفوقة على مستوى دمشق. وكرم النادي أعضاء فريق دمشق التطوعي وعددا من كوادره وخبراته السابقة والمؤسسات الإعلامية وعددا من رؤساء النادي السابقين.